كرفيل أسودني وأولاه ومشيرا إلى رفتي قدري على سائر مساكين ويجلسوا معكم ويقوموا الله ويركب البعير والقمر
الغرز والمغلة وإمار بعد الملوك إليه أحدى. ويعزم على مضني الهجر من الجوع وقد عوتي مفاتيع العزائم العرضية وراء مدعو الجبال بأن تكون له زعبا فعلا صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ونبينا حبيبنا وذكرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك وتعالى على الصحابة رسول الله. آمين يا رب العالمين. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وفاه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأذلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استدنى الأنام إلى قدرته القيومية وأرسب بفضله من استرسده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدرية التي أتاحت من ظلمات السك نجاة ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وأصحابه أولي الحداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحمالة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفوا
ترجحنا في الأقوال والأعمال لإخلاق النية. فتنجح لكل من الحادثين والغائبين مطلبه ومنى. وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية. وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا. وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا. وتكفينا كل مضر همة وبلية. ولا تجعلنا ممن أحواه هوى. وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية. وتمحو عنا كل ذنب جنينا. وتستر لكل منا عيبه وعجزه وهسره وعيه. وتسهل لنا من صالح الاعمال ما عز زرا. وتهم جمعنا هذا من خزائن منك السنيه. ومغفرة وتديم أمن سواك عنا. اللهم إنك جعلت لكل سائل سائل مقاما ومزيا. ومن كل رعد ما أمنه فيك رجا. وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية. وغفر لنا ما منك رجونا. وغفر لنا ما منك رجونا. آمين. اللهم آمن الروعة وأصلح الرعاة والرعية. وعظم الأجر من وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية. آمين. حيث يؤم ثياب سيدي سبسب وربا. آمين. واغفر لناسجي هذه البرود المحبة بارة المولدية. سيدنا جعفر من إلى البذل نسبة ومنتمى. سيدنا جعفر من إلى البذل نسبة ومنتمى. سيدنا جعفر من إلى البذل نسبة ومنتمى. وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية. آمين. مع المقربين ما قيل هو سكنا. آمين. واستر له عيبه وعجزه وحسره وعية. آمين. بها وقارئها ومن أصاها إليها سمعه وأصفاه. اللهم وصل وسلم على أول قابل لتجلي من الحقيقة الكلية. آمين. وصحبه ومن نفره ووالاه. آمين. فت الآذان من وصفه الدري بإقرات جوهرية. تملت جذور المحافل منيفة بعقود هلا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.